إن شاء الله تكون فرحان ومبسوط يا ود أبوي. أوي أوي. ثانكس برو على السؤال. اتفضل في النص بتاعي. يا ساقع، البلد كلها تخرب من انت بتاعده، والناس مخها تخن، واحنا ما نقصينش. قصدك مخها كبر برو؟ احنا في 2010، يعني النت بقى من اساسيات الحياه، زي الاكل، زي الشرب، زي السوشي، زي التان. ما طول عمرنا عايشين من غير الزفت ده. الناس كلها هملت زرعها وقلعها وعم تنتد دلوك. بالك الكبير قوي لو كان عايش كان طربق النت ده فوق نفوخك. ثانيه واحده، ده انت غلبان جدي. الكبير قوي ملوش علاقه بالنت؟ داد كان خاربها خاربها خاربها. بوه، حتى الكبير قوي طلع نتيت. نتيت؟ ده كان نتيت وعطيت. بقول لك كان خاربها. برو انت تقريبا الوحيد في الكون كله ملوش علاقه بالنت. الام اليومين دول هو اللي ما يعرفش حاجه عن النت، مش اللي ما بيعرفش يقرا ويكتب. انت لازم تتعلم الحوار ده وتعلمه لاهل بيتك. انا ممكن اعمل معاك واجب اعلمك كل الحاجات دي ببلاش. اخرس انا الكمبيوتر يخش بيتي ليه؟ بس كويت انا اياك. كبير ما ترميش عصيانك وقاذوراتك في النص بتاعي. نت بيتي وفي اوضتي وعلى سريري كمان. يا ولد علي، قلتي هلطقي اخر مره يا كبير، ما هعملش كده تاني وحياه راس ابوي. قسما عظما يا هديه، لو شفت عيني انت او لابتوب في البيت لاني مكسر البيت كله على نفوخه.